تاريخ، سكك تهوى الأقدام السير فيها، عبق الجدران يشد الزائرين سياحا من أقطار ومواطنين، سيارات تعبر الأزقة وراجلين. وإن هجرها سكانها فإنها تشدهم إليها حنينا إلى حيث النشأة الأولى. القناطر لا زالت تعتلي السواقي، وفلج بومخرين هكذا ينطقه الأهالي هنا في ولاية إبرة تخفيفا، وهو فلج بومنخرين لأن له ساعدين يلتقيان في ساقية واحدة. مياهه دفاقة يرتوي منها الرائح والغادي، ويسقي البساتين والنخيل، وعلى طول ساقيته تنتشر القناطر تربط الحارة فصبغتها باسمها. الحارة عدة حارات متجاورة، لكل منها اسمها ومرافقها، وإن طغى عليها مسمى القناطر. مساجد عديدة واسبل مجالس عامة تنتشر في أنحاء الحارة بأجزائها الستة، وهي من أقدم مواطن الاستيطان في إبرة بحسب التنقيبات الأثرية التي قامت بها بعثة أمنية في سبعينيات القرن الماضي. حارة القناطر في إبرة هي من أقدم الأماكن للاستيطان البشري وفقا للدراسات والتنقيبات الأثرية. المنطقة المحيطة بالحارة أشارت إلى وجود مستوطنات من العصر الحديدي، وإبرة بصورة عامة أشارت التنقيبات الأثرية فيها إلى وجود حياة بشرية منذ الألف الثالث قبل الميلاد، وإلى وجود مصاهر ومعامل للنحاس. وطبعا هي في منطقة محصنة بسلسلة جبلية من الشمال ومن الغرب، وبالتالي فهي عادة تكون المناطق القديمة محصنة، ويكون فيها البناء والاستيطان البشري وشق الأفلاج عادة مرتبطا بالجبال والوديان حتى تكون يعني على منطقة خصبة. طريق رئيس يقسم حارة القناطر بين دروازتين، وطرق فرعية توصل إلى مجموعة بيوت متجاورة. تتميز هذه الطرق بوجود أسقف على هيئة عقود متتالية بتناسق بديع يشد الزائرين. معالم متعددة تستوقف الزائر لحارة القناطر، الحصن والسوق والجامع، وهي منطقة مركزية، وبيوت فخمة البناء بديعة التصميم، يبرز في مقدمتها البيت المسمى بيت المسارير. حارة فيها تقريبا ست حارات، هي كشام والمطرح والمقطورة والصفح والدغشة والحشرية. هذه المسميات طبعا لها دلالات، كل اسم له دلالة معينة، ارتباطها بالمكان وبالجغرافيا وبالإنسان أيضا، وببعض الأحداث والوقائع التي شهدتها الحارة طوال قرون متعاقبة. Thank you.
جامع القناطر دور تاريخي وعلمي حتى بداية سبعينيات القرن العشرين، وله أوقاف كثيرة تم ترميمه من ريعها. السوق يقع على المدخل الجنوبي للحارة، وكان السوق الرئيس في سفالة إبرة حتى العام 1983 للميلاد، حيث تم إنشاء السوق إبرة الحالي مع اتساع حركة النشاط التجاري والسكاني في الولاية. 22 دكاناً من دكاكين السوق هي وقف للمسجد الجامع، ودكان لوكيل السوق منه يدير شؤون السوق، يوثق حركة البيع والشراء التي كانت على فترتين صباحية ومسائية. بقي هذا العريش بين أطلال السوق، تحته عصر كل جمعة قعد فلج بومنخارين. أبرز المعالم في حارة القناطر طبعا هو السوق في المقدمة، سوق سفالة إبرة في القناطر هو من الأسواق القديمة في إبرة وجدد في عهد اليعاربة، وهو على الأرجح نشأ قبل ذلك، لكن النصوص تشير إلى أنه جدد وأعيد بناء وتوسعته في عهد اليعاربة في القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي. هناك أيضا حصن الدغشة، وهذا الحصن كان بمثابة مركز دفاعي لسفالة إبرة وللقناطر تحديدا، وهو يقع إلى أعلى السوق من جهة الغرب. وكذلك الجامع جدد في عهد الإمام سلطان بن سيف اليعربي، ويشير النقش في المحراب إلى بنائه عام 1077 هجرية. وكذلك تشير بعض النصوص في كتب الفقه إلى أن الجامع وجد قبل ذلك وأعيد بناؤه من أوقافه في عهد الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي. همية السوق هم اللي يبيعوا فيه كل شيء، أشياءهم من طعامهم على سمنهم على حيوانهم على عوابيهم ينادي عليهم أموالهم ينادي عليهم، فهم اللي فوق السوق عليهم مش فهم اللي كل شيء يبوني يوعدوا عمال يعني من هالسوق يوفيوا فوق هالسوق، يعني سيرتهم كلها فوق السوق من نوع لآخر، ويلحق عليهم سوق العلاين وأيضا لا تنسى، وسوق ملية حمدي فملك طريق أي زياراتهم يشلوا من هنا هناك ويجيبوا من هناك هنا ويتبايعوا ويتشاريوا مثل ما تعرف كان في العهد السابق. حارة القناطر تجاورها حارة أخرى أثرية هي حارة وقريبا منها مسجد ذو القبلين، شعار ولاية إبرة، واحد من أقدم مساجد عمان.